السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج العقرب. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا برج العقرب، لعل كل اللي ينطبق عليك يكون مليء بالمفاجآت ويكون جبر خاطر ليك والأيامك اللي جاية. التصوير بتاعك يا برج العقرب بالكاميرا الأمامية، فالصورة هتدي معاك العكس. هنفتح دلوقتي الاستخارة. مدة الاستخارة بتاعتك يا برج العقرب مفتوحة لحد ما تاخد الطاقة بتاعتك ولحد ما يعني تستفاد من استخارتك. هنقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صورة صوت. أول حاجة أبشركم إن أنتوا عندكم حمل، والحمل ده هيكون فيه اسم مفتوح الفترة دي. عندكم عمل خيري هتفعلوه هيعود لكم بخير أكتر، بس عندكم مشكلة جوه قلبكم من الأهل. عندكم سحر، والسحر ده هو اللي موقف حياتكم وهو اللي عامل لكم مشكلة. البعض منكم عليه نذر لازم يوفوا بيه في أسرع وقت. عندكم إعجاب من شخص، حد هيكون معجب بيكم وهيتكلم معاكم. كمان انتوا ماشيين مشوار طويل وكل اللي بتعملوه ان انتوا بتصبروا. سمعتوا كلام، سمعتوا نميمة، سمعتوا حاجة مش في الأخلاق بتاعتكم وسكتوا ومردتوش. الفترة اللي جاية هيكون عندكم شك يقين في حد، وهتكتشفوا فعلا ان انتوا كان عندكم حد عندكم حق. كمان هنا البعض منكم عنده رحمة في قلبه، دايما رحيم بالأشخاص اللي حواليه، وعندكم ثقة بالنفس عالية، بس اتهزمتوا في حاجة وخسرتوا وقررتوا ان انتوا ما تتعاملوش مع الناس دي تاني. عندكم هنا كمان بسم الله ما شاء الله عليكم سمرة فاكهة. عندكم خير، عندكم رزق. كان عندكم حد من الصحاب والحد ده خاين وكان دايما بيكذب، وكان بيبعت لكم رسائل في الكذب، وانتوا يعني كان بيبعت لكم رسائل مزيفة. عندكم عقاب عاقبتوا بيه نفسكم الفترة دي. كمان في نصيحة حد هينصحكم بيها، والنصيحة دي هتكون خير. بلاش الاستعجال وبلاش تفضلوا تحاسبوا نفسكم على حاجات انتوا ما اخطأتوش فيها. كمان بسم الله هنا انتوا الفترة دي هيبقى في لم شمل، والسحر اللي عندكم هيتفك بإذن الله. الطيور اللي انتوا بتحلموا بيها او الحاجات اللي انتوا بتحلموا بيها بتدور على الخير، وان انتوا هتكونوا دايما عندكم حكمة في حياتكم وعندكم يقين بالله. كمان البعض منكم هنا عنده خصم، انتوا يعني اتخصم منكم حاجة، في حاجة راحت منكم وبتفكروا فيها. دخلتوا مكان والمكان ده حسيتوا ان هو مغلق، وقررتوا ان انتوا تقطعوا علاقاتكم مع بعض الناس، وانتوا عندكم حق. عندكم اخ، عندكم اخت، عندكم حد من دمكم ولحمكم اكل حقكم او بيتكلم عليكم في ظهركم. كمان انتوا ظلمتوا نفسكم في وقيعة او في حاجة. عندكم عمل صالح الفترة دي، والفتنة اللي انتوا هتسمعوها او اللي انتوا وقعتوا فيها هتنزاح عن طريقكم نهائيا. كمان البعض منكم هيكون عنده سفر مفتوح او اسم كبيرة مفتوحة من السفر. انتوا يعني الحسد واخد جزء كبير جدا في حياتكم، انتوا عاملين زي الهوا اللي رايح واللي جاي. الحسد بيتمكن فيكم وبياخد منكم، يعني دايما العين بتصيبكم على طول. نجمكم خفيف، وخلوا بالكم من النقطة دي كمان انتوا بلاش تفضلوا في طول الوقت تحاسبوا في نفسكم، بلاش طول الوقت تعملوا تفضلوا تحاسبوا وتيجوا على نفسكم، وعشان كده مش عارفين تناموا بالليل.
اول حاجة انت عندك طاقة ايجابية الفترة دي بشكل كبير جدا، بس انتوا بتفكروا في حاجات كتيرة جدا، بلكم مشغول باكتر من حاجة، عندكم حاجة بتتحضر لكم، فرحة كبيرة، انتوا في طريق ان انتوا توصلوا لهدف معين، لطريق معين، عندك تحقيق الحلم، تحقيق حاجة جديدة. بسم الله ما شاء الله عليك، يعني انت عندك طريق في بيتك، الطريق ده في قلب بيتك، طرقة، حاجة، يعني في طريق كده في أرض بيتك. المكان ده عايزاك تنظفه كويس وتخلي بالك من بيتك كويس جدا. انت هنا عندك كمان طاقة إيجابية، الطاقة الإيجابية دي ما شاء الله عليك، هيبقى في خروج من محنة، خروج من يأس، في كمان أكتر من هذا بابك، يعني بيتك مشغول بيه الفترة دي. كمان انت عايز تطلع لحاجة جديدة في حياتك، عندك اخ او اخت بيأذوا فيك، بيتكلموا عليك، متعمدين دايما ان هم يجيبوا يعني يجيبوا اخرك كده ويودوك في مشاكل او يوقعوك في مشاكل. عندك هنا بسم الله ما شاء الله عليك طاقة جديدة، طاقة مختلفة خالص، الطاقة دي هتكون فتحة خير ليك، او هتكون حد هيدعمك على جميع الاصعد. بس البعض منكم ممكن يكون عليه نذر، لازم توفوا بالنذر اللي عليكم، لازم تطلعوا من اللي انتوا فيه، في حاجة انتوا نذرتوا بيها وموفيتوش بالوعد بينكم وبين ربنا. عندكم كمان لقاء يخص لقاء شغل، لقصة حياة جديدة، عندك بداية جديدة كمان الفترة دي، هيكون في رزق حلو جدا هيجيلكم وهيبقى في عوض. عندك اكتر من خطوة، الخطوات دي هتكون ايجابية او هتكون وصول للهدف، وصول للحلم، وصول للطاقة المعينة، الله اعلم. من وقت للتاني بتمروا بالضيق، بتمروا بالخنقة، يعني ممكن تمروا بكسرة اكتر من مرة، بس عندكم تحقيق هدف الفترة اللي جاية. وزي ما قلت لكم، لو انت عندك طرقة ما بين الحمام والمطبخ، طرقة ما بين اوضة النوم او اي طرقة عندك، خلي بالك من الطرقة دي كويس جدا، علشان خاطر الطرقة دي انت يعني دايما بتحصل كده في حاجة فيها وانت بتحس انه في حاجة غلط، فعشان كده دايما اقول لك خلي بالك من النقطة دي، وحصن نفسك اول على طول، علشان الطاقات السلبية بتتوزع عليك من مداخل الحمام، فخد بالك من النقطة دي. عندك هنا بسم الله ما شاء الله عليك دعم كبير جدا، انت في حد هيعرض عليكم شغل، عمل، هيعرض عليكم حاجات جديدة، وانت هتاخدوا قرار حاسم، وهيبقى في توازن عندكم جديدة، بس بالكم مشغول باكتر من حاجة حاليا، عندك بذل مجهود بشكل كبير جدا، عمال تبذل مجهود، عندكم اتنين تعبين في حياتكم، الحياة التعبين دول ما زالت موجود، عمالين يأذوا فيكم، عمالين يكسروا بخاطرك اكتر من مرة، عايزين يوقعوك بأي طريقة، بس انت بفضل ربنا مستحيل تقع، وهتكون دايما في قمة الازهار وفي قمة العليا. في مكان انت هتروحه، المكان اللي انت هتروحه ده هيكون طاقة ايجابية وهيكون فرج ليك. سمعت اكتر من مرة كلام وجعك، كلام ضايقك، كلام زعلك حتى على نفسك، عندك خبر حلو هتسمعه بعد اكتمال الموضوع اللي بالك مشغول بيه وبتفكر فيه في حياتك. البعض منكم عنده علاقة تانية او طرف تالت، الطرف التالت ده هيخرج من حياتك او هيطلع بره خالص، عشان كده انت عندك مشاكل بينك وبين الشريك. كمان الفترة دي بسم الله ما شاء الله عليك هيبقى فيه يعني مش يعني قرار كده انت هتاخده، القرار ده هتبدأ تحدد بيه مصير حياتك الفترة اللي جاية، او هتبدأ تسد جزء من الديون اللي عليك، انت عليك ديون حاليا، او عليك بعض المال اللي عليك، ناوي تطلع المال اللي عليك، ناوي تعمل حاجات جديدة، ناوي تبص لطريق الخير ليك، الله اعلم. عندك بشرة، والبشرة دي خير ليك في الطريق اللي انت فيه حاليا. مين الشخص اللي غايب عنك بقاله مدة وانت مشتاق له ونفسك تكلمه، نفسك ان يكون في كلام بينكم، انت مشتاق له باي طريقة، فانت عندك رجوع لحد غايب عنك، كمان خروجك من الطاقة السلبية، في اكتر من موضوع حاليا متفتح قدامك وانت مش عارف تاخد قرار ولا عارف تبدأ ازاي في المواضيع دي. اقدر ابشركم كمان باحتفال بخروج حد من حياتك او باحتفال مولود جديد. كمان انت هنا تعبان جدا ومحتاج ترتاح، محتاج تاخد راحتك في النوم، تاخد وضعك، تاخد استقرارك بنفسك. مريت بأسوأ ايام حياتك، كانت الامور في تنازل دايما، ما كانش في تحسن، بس بسبب
دعوات الست اللي عندك ده، ربك هينصرك على من عداك. هنا كمان ربك هيهون عليك كسرة القلب، وهتعدي على خير الصدمة اللي انت واخدها، وربك كبير جدا. انت في طريق سفر او في طريق بداية جديدة، في ريان فتحة عندك، فتحة خير بإذن الله. انت دايما بتبذل اقصى مجهود لتوصل للهدف، بس عندك اليومين دول حرفيا خافي مشاعرك، خافي كلامك عن الحب، خافي اوجاعك عن الحب، خافي حاجات كتيرة جدا تخص الحب، وساكت وكاتم، مش عايز تبوح بأي حاجة من ناحية الحب خالص، علشان حصل عندك أكتر من موقف غريب في حياتك، فبيبقى حاسس إن الحب ده أنت مش عايزه خالص في حياتك. دايما بتشوف الأسماك، دايما بتشوف حاجات تدل على الرزق في المنام، وده خير برضو ليك. عندك تساقط شعر، عندكم قولون عصبي، وده من العصبية اللي انتوا فيها، صداع وجع في الجسم، دايما حاسين بتنغزة في قلبكم، بدوخة بتجيلكم بكده، باسترخاء في الجسم، حاسين بحاجات غريبة جدا، وده بيدل ان انتوا عليكم عيون كبيرة جدا من حياتكم. البعض منكم بيحلم بكوابيس، بيحلم بحاجات بيشربها، بيحلم بنمل، بيحلم يعني كل واحد ليه احلام معينة، بس انتوا وشكم الدبلان والاصفر والسواد اللي تحت العين ده بيدل ان انتوا عندكم وسواس رهيب في حياتكم. الوسواس ده عامل لكم اكتر من حاجه اذياكم، وانتوا عشان كده بتحاولوا تتوازن، يبقى في توازن في حياتكم العاطفيه، بس انتوا عندكم خلاف بينك وما بين الشريك، خلاف بينك وما بين حد الله اعلم، بس في خلاف كبير بينكم وما بين حد. وعشان كده دايما اقول لكم او انصحكم بمعنى اصح ان انتوا تكونوا هاديين وتتعاملوا في الحياه بشكل مختلف او بشكل ايجابي. ليه؟ علشان الطاقه السلبيه انتوا مش محتاجين طاقات سلبيه اصلا، انتوا دايما بتسحبوا الطاقات السلبيه من الناس، فانت عندك انتصار حلو هيغير كذا حاجه في حياتك. وعايزه اقول لك كمان ان انت هنا هيجي لك خبر، الخبر ده لو انت ما اتكلمتش عنه، او فرصه او عرض انت ما اتكلمتش عنه، هيكمل على خير. اما لو انت بحت عنه واتكلمت، صدقني مش هيتم، وساعتها الندم، انت اللي هتندم على الموضوع ده. بالك مشغول ودايما بتفكر في حاجات كتيره جدا، بتحب تساعد الناس بس ما فيش حد بيساعدك خالص، طول الوقت عصبيه، طول الوقت تفكير 24 ساعه. خلي بالك انت محسود من المقربين اللي عليك، المقربين اللي جنبك، اللي عارفين عنك كل حاجه، قلبك طيب جدا وحساس بطريقه كبيره، وعشان كده بتكشف الناس كلها اللي قدامها، اللي قدامك بتكشفهم على طول، او بتعرف ان الاشخاص دول فعلا كذابين منافقين. يعني ما شاء الله عليك روحانيتك عاليه بشكل كبير جدا. عندك خطوه جديده او خطوه مهمه، الخطوه دي هتعزز من ثقتك بنفسك، وهترفعك لدرجه كبيره جدا. وخلي بالك دايما من التسرع، وان انت تحكم على الشخص اللي في حياتك من غير ما تعرف ظروفه. انت دايما منتظر بحاجات كبيره جدا، منتظر كذا حاجه، فانت هنا فقدت برضه شخص غالي عليك. الشخص ده انت نفسك تسمع صوته، او نفسك تكلمه، نفسك تبوح له عن اللي جواك، بس الشخص ده بعيد عن حياتك. عندك طاقة من الكسل والخمول بتجيلك من وقت للتاني في كذا حاجة، خد بالك دايما، ويعني كن حريص ان انت تحتفظ بحاجتك، وتخلي بقى ان محدش ياخد منك حاجة. عندك خبر، والخبر ده متعلق بمشكلة، او في مشكلة قدامك وانت عايز تحلها بكل الطرق، ففي فرحة من بعد الحزن الطويل اللي انت اخد مدة كبيرة جدا في حياتك، وهيبقى في طاقة جديدة ليك انت هتبقى مبسوط بيها قوي، علشان انت طال انتظارك. مين الشخص اللي عايز يدخل في حياتك بأي طريقة، والشخص ده متعمد ان هو يدخل في حياتك بكل الطرق؟ في حاجة انت برضو شاكك فيها، الحاجة اللي انت شاكك فيها دي قاعد وساكت، وعايز يعني عايز توصل للهدف بأي طريقة بسبب الشك اللي عندك. اكتر من مرة في كلام قال عندكم، اكتر من مرة انتوا بدأتوا تتكلموا بشكل حاجة معين، في مشروع حلو جدا هيفرحكم، او في مصلحة ليكم انتوا هتكون حلوة، في عرض حد هيعرضه عليكم وهتكونوا مبسوطين جدا بالعرض ده، المشروع اللي عندك ده هيكون نجاح، والطريق اللي انتم ماشيين فيه ده هيكون ايجابي ليك. مين الشخص اللي عندك عنده خشونة في الركبة، عنده ألم في الظهر، عنده شوية تعب، ان شاء الله بإذن الله في الوقت المناسب ربنا هيشفيه وهيبعد عنه أي طاقة هو بيمر بيها. عندكم حد، يعني الحد اللي عندكم ده اذا كانت اخت او اخ، في حد بينهم ماشي في طريق مش خير، وانتوا ده بتحذروه، او انتوا هتكتشفوا هتحذروه، ومش هيسمع كلامكم ولا هيهتم باللي انتوا بيه، بس انتوا هتعملوا اللي عليكم، وهتقولوا احنا فوضنا امرنا لله. في حد كان متعمد يعرفكم علشان مصلحته، علشان خاطر يعني
يعرفكم علشان مصلحة ليكم او علشان يسحب منكم فلوس، الله اعلم. ولما عرف ان انتم يعني مش هتدوه حاجة او مش هتديها حاجة، الله اعلم، بعد عنكم بشكل كبير جدا، وانتم قررتوا ان انتم ما تتعاملوش مع الناس دي تاني. لو انتم يعني عايزاكم يعني تعملوا ايه، تعملوا حاجة جديدة في حياتكم، تطلعوا عرضوا نفسكم للطاقات الايجابية، عرضوا لنفسكم لأي حاجة تفرحكم، ابعدوا عن أي طاقة سلبية تتحكم فيكم. الطاقات السلبية لما بتتحكم فيكم انتوا اللي بتتعبوا. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. رقم 8 ورقم 7 ده مميزين جدا بالنسبة لكم. الأرقام دي بتجيب لكم الطاقة الإيجابية، بتجيب لكم الفرحة اللي طال انتظارها ليكم. انتوا عندكم أكتر من خبر مستنيين تسمعوه، عندكم أكتر من طاقة مستنيين تبقى فيه أمور حلوة في حياتكم، بس دايما بتجي لكم حالة وتختفي. يعني ممكن تيجي لكم تصحوا الصبح تلاقوا في علامات غريبة في جسمكم، في حاجة غريبة في حياتكم، مش فاهمين ايه اللي بيحصل، بس انتوا في كذا حاجة يعني مصممين عليها ان انتوا تطلعوا. عندكم هنا حماس خارجي، حماس قوي جدا. في مكان كده انتوا ما بتحبوش تزوروه او ما بتحبوش تروح عنده، المكان ده مش عايزين تشوفوه اصلا، مؤثر عليكم بشكل كبير جدا. البعض منكم بيشتكي من سنان، بيشتكي من انه لسه ملتهبه، بيشتكي كده من شويه اوجاع في جسمه، بس عايز يطلع من اللي هو فيه وعايز يقرر على النجاح في حياته. عندك اموال، الاموال دي قادمه ليك، هيبقى فيها خير ليك انت، ومعنى اصح هيكون في بشرة، والبشرة دي هتكون انت فرحان بيها قوي، وهيكون عندك طاقة ايجابية. عندك شخص بيراقبك، الشخص اللي بيراقبك ده من بعيد خلي بالك منه، كون حريص ان هو عمال يراقب فيك، عايز يأذيك، عايز يرجع لك، عايز يفتح معاك مواضيع، بس انت ما بقاش ليك نفس حتى لعتاب. يعني انت ممكن تكون عندك عتاب بس انت مش عايز تعاتب حد، لا عايز تتكلم معنى اصح مع حد بسبب اللي انت شفته وبسبب اللي وقع عليك منهم، فقررت ان انت تحتفظ بخصوصياتك وما تتكلمش عن اي حاجة او تبوح باي حاجة. لو في حد عندك زي ما قلت لك من الاخوات فهو عايز يتفق عليك عشان ياكل حقك، او انت ليك حق بعد كده تتكلم فيه، فمش هيقولك انت مالكش حاجة والكلام اللي انت دايما بتسمعه. انت هنا واقع في مشكلة، والمشكلة دي بتفكر فيها ازاي تتخلص منها. مشكلتك هتتحل بإذن الله طول ما انت عندك ثقة بالله، فما تقلقش خالص، انت رأسك من فوق مرفوعة دايما، وعشان كده هيكون عندك انفراجة بخصوص ماديات او بخصوص حاجة انت بتمر بيها. وهيبقى فيه مكالمة، بس ليه بتيجي لك ما زالت النغزة اللي بتيجي لك في الصدر دي من وقت للتاني. عايزك تستغل ايامك كلها الفترة اللي جاية لصالحك، عايزك تستغل اي حاجة في حياتك. انت هنا يعني في علاقة حب بينك وما بين حد، في حد بيحبك وانت بتحبه، لكن في طرف تاني انت ما تعرفوش بس دايما حطك في دماغه، عايز يكسر بخاطرك، عايز يأذيك، فانت ما تديش الفرصة لحد، واهتم على قدر ما تستطع بالشريك، وحاول ان انت تضمه لحياتك تاني. في نظام، انت في نظام حياتك ده هيتغير بشكل كبير جدا، وزي ما قلت لك انت في حاجات هتتغير عندك للاحسن باذن الله بشكل كبير. ليه؟ علشان انت ناوي تتغير. كمان انت هنا يعني في شخص، يعني ما تخليش شخص كده يأذيك، ما تخليش كرهك لشخص يخليك تكره الدنيا كلها، ده غلط. ساعد نفسك ان انت تخرج من حالة اليأس وتطلع من حالة الظلم علشان تبني حياتك بشكل كبير. اما طول ما انت منتظر، طول ما انت مستني، طول ما انت مش عارف مش عارف مش عارف، هتلاقي كل اللي حواليك بدأ ان انت تغلط. انت عندك اكتر من حاجة بتديك طاقة ايجابية، عندك اكتر من حاجة بتخليك كده بشكل كبير، بتخليك احسن من حاجات كتيرة جدا، فلازم تشوف ايه المراحل اللي انت عايز تشتغل عليها وتشتغل. عندك ممكن يكون نقلة لعمل جديد، تغيير في سكن، تغيير في تفكير، لا هتثبت وجودك، هتكافح على قد ما هتكافح بس هتثبت وجودك. ايه الحاجة اللي انت مقصر فيها او في تقصير بينك وما بين نفسك، بينك وما بين حد، في تقصير عندك وانت بتحاول ان انت تستعيد حياتك بشكل كبير جدا. البعض منكم عنده استلام رسالة غريبة، استلام عودة مكان، استلام ناس جديدة، الله اعلم، بس في عندك استلام ورقة.
في رجوع لشخص غايب بقاله مدة كبيرة. ستر ربنا عليك بيكون بركة وبيكون رزق ليك، وعشان كده البعض منكم شغال في عقارات، البعض منكم قلبه هيدق من جديد، البعض منكم هيكون منصور بإذن الله. وطريق السفر اللي هيكون قدامك ده هيكون خير ليك قوي، وهتحاول ان انت تبص لنفسك بشكل كبير جدا. ليه؟ علشان ربك هو اللي هيكرمك من حيث لا تحتسب. وزي ما قلت لك المفاجأة اللي هتحصل عندك دي هتغير حتى حساباتك بشكل كبير جدا. في عمل هنا هيرفع من شأنك او شهرة، او هيبقى علاقة حب جديدة، الله اعلم. بس في حاجات هتشهرك وفي حاجات هتاخد فيها قرار. البعض منكم داخل في مشروع شاغل باله طول الوقت، بيفكر فيه طول الوقت، يعني حاطط دماغه فيه، عايز ينجح، عايز يعافر، عايز يطلع من اي طاقة سلبية. شوية الارهاق والكسل اللي بيظهروا على ملامحك دول هيكونوا ده من ادق العمل اللي انت عمال تبذله. عندك اوراق تايهة منك، اوراق بتدور عليها، اوراق هتفتكرها هتقوم تدور عليها. في حاجات عندك هتخليك تعود نشاطك مرة تانية وتستعيد مهاراتك وثقتك بنفسك، وهتربح بعض المشاريع، هتربح بعض القضايا، هيبقى في مكسب حلو علشان عندك بداية جديدة ليك انت، بس محتاج الصبر ومحتاج ثقتك بنفسك تزيد. في كمان هنا حد هيتصل بيك، هيرفع عليك التليفون وهيطلب منك حاجة، هيطلب منك فلوس، هيطلب منك حاجة معينة. مين الشخص اللي من نفس برجك؟ الشخص ده غائب عنك، وفي بينك وما بينه اللقاء الفترة اللي جاية، وهيبقى في امور كده، او هيبقى في حد جديد في حياتك. دقيت على باب والباب ده مازال مغلق، بس هيتفتح في الوقت المناسب، وهتعرف قد ايه ان ربنا كريم عليك. في شوية تقلبات، في شوية مشاحنات، في شوية حاجات مأثرة عليك وعلى قلبك ومخليك كاره اي حاجة تخص الحب. وفي موقف بيتكرر معاك بشكل كبير، وانت عايز تفسر الموقف ده، حلم، اشارة، حاجة معينة بتتكرر معاك اكتر من مرة، وانت عايز تفسر الموضوع ده باي طريقة، عايز تشوف فيه ايه، عايز ايه اللي بيحصل، يعني بتسأل نفسك اكتر من سؤال. فانت مقرر تشتغل ومقرر تعافر وبترمي ورا ظهرك، واكتر حاجة بتعملها الفترة دي بتصفي حساباتك مع اصدقاء، مع احباب، مع ناس كتيرة جدا، وبتحاول تستحلى بالهدوء وبالصبر، وبتحاول ترمي ورا ظهرك اي حاجة خطيرة في حياتك. وفي كمان تجهيز اوراق، ممكن كتب كتاب، ممكن سفر، ممكن شراء، ممكن بيع، الله اعلم. في ورق عندك هتجري فيه الفترة دي، وهيبقى فيه طاقة ايجابية. وعايز اقولك ان في حد يقولك الف مبروك، الله اعلم الف مبروك عليه، بس على حاجة هتفرحك قوي الفترة دي، او هتبقى ليك طاقة ايجابية ليك انت، علشان انت فعلا مهموم الفترة دي. في خلاف بينك وما بين صديق، او بينك وما بين حد ليك انت، الخلاف ده كان من فترة في الماضي، وهتبدأ صفحة جديدة، وان شاء الله بإذن الله علاقتكم ممكن تعود لو يعني للصلح، وهيبقى فيه خير. دايما الاهل مركزين معاكم جدا الفترة دي، وانت بتحاول انت تتخلص، بس بتيجي لك ضيق وبيجي لك فصلان من كل حاجة. عندك محادثة بينك وما بين حد طويلة، المحادثة دي لازم تتجنبها ولازم تمسحها، وما تقدرش كل شوية تمسك التليفون وتبص عليها. في هنا كمان يعني الحد ده دايما بيدعي لك في الخير، وانت عارفه كويس جدا، عارفه ان هو بيحبك ودايما عايز مصلحتك، بس انت ما بقتش شايف مين بيحبك ومين عايز مصلحتك بسبب اللي انت فيه، او بسبب بمعنى اصح اللي انت مريت بيه. انت مريت بحاجات اكتر، حاجات كتيرة جدا تعبتك، حاجات كتيرة جدا خذلتك، ما كنتش متوقع ابدا انه يحصل لك كده. فالفترة دي انت زي ما قلت لك مش واخد راحتك في حاجات كتيرة جدا. عندك هدية بعد خطوتين، حالتك النفسية هتتحسن لصالحك انت، بعد بفضل ربنا هتطلع من حالة الاكتئاب والخذلان. في حد قريب منك هتعرف قد ايه هيحصل موقف وهيظهروا لك على حقيقته، وهتعرف قد ايه ان الشخص ده اصلا يعني كان حاجة غلط في حياتك. في هنا بشرة خير، بشرة خير دي هتكون بسبب ورق حكومية او بسبب حاجة جديدة. بس دايما اقولك ان انت تعبان من كل حاجة حواليك، وبالك مشغول طول الوقت جدا وحيران، ومش عارف تاخد قرار زي ما قلتلك، ولا عارف تفكر ازاي، تعبان، مضغوط، حيران، قلبك مكسور. عشان كده الفترة اللي جاية هيبقى فيه اختبارات ليك انت قوية جدا، ودايما تحصن نفسك من اي حاجة مؤثرة عليك. في توتر في العلاقة بينك وما بين شخص بسبب المال، او بسبب قلة ان هو ما بيتكلمش، او بسبب ان هو ما بيحكيش، ما بيبوحش عن اللي جواه، وانت ما بتحبش كده خالص،
انت بتحب الشخص الرومانسي، الشخص العاطفي اللي دايما تكون نيته بيضاء، اللي يتعامل بما يرضي الله. وطول ما انت مش شايف الحاجات دي انت بتسكت وما بتتكلمش وما بتتعاملش اصلا مع الناس دي. فدايما اقول لكم ان انتوا تعبانين في حياتكم بشكل كبير جدا، ودايما في اختلاف عندكم في اكتر من حاجة، فانتوا منتظرين كذا حاجة تحصل عندكم، والانتظار ده هيكون طاقة خير ليكم او طاقة فرحة. بس في كلام انتوا سمعتوه مازال موشوش عليكم، مازال الكلام ده يعني انتوا بتحاولوا يعني بتفكروا في الكلام ده، انتوا في حاجة ازياكم الله اعلم. نيتكم دايما صافية وقلبكم ابيض، ودايما كده بتتعاملوا بما يرضي الله، بس عندك حدوث اشياء جديدة ليك، وحدوث الاشياء دي هتخليك توفي بالنذر اللي عليك، وهتخليك تحسبها بالورقة والقلم بشكل كبير جدا. ليه؟ علشان انت مش هتكون زي الاول خالص. وزي ما قلت لك حالتك النفسية هتتحسن جدا. انت حصل عندك فشل في علاقة اكتر من مرة، فشل في الموضوع اكتر من مرة، في حاجة عندك حصل فيها فشل اكتر من مرة الفترة دي، فانت مش عارف تعمل ايه ولا حتى تبدأ ازاي. عندك بشرى بخصوص حاجة سريعة هتحصل لك، وهيبقى عندك ربك كريم جدا. والقلق والتوتر والحيرة اللي عندك والتفكير اللي طول الوقت ده والحسد الشديد هتطلع منه وهترميه ورا ظهرك، وان شاء الله بإذن الله مش هتعود له تاني. يا رب قراءتنا تكون عجبتك وتكون نالت اعجابك وتكون كانت خفيفة على قلبك. تحياتي ليك.